السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبيباتي، نتمنى هاد لا فيديو يلقاكم دائما في احسن حال وفي صحة جيدة. كما شفتوا معايا من هاد لا فيديو غادي يكون شوية مربج عليكم، غادي تفهموا فيه والو. المهم انا كنت بغيت نشارك معكم هاد المسألة هادي. انا كانت عندي الفيشطة كانت عندي في الدار واحد جوج فويرات دخلوا عندي للدار. واش غادي نقول لكم؟ هاد الشيء دابا راه كنوري لكم الصباح، اما راه هاد الشيء كامل اللي كان في بيت الخزين كلشي في الليل بقيت كنقل واحد التمارة داز عليا. الزوج ديالي كنوض في نص الليل، درنا المناد فيتو. الصراحه لقيناهم كلاو من دي ساشي ديال القوقا وحده ديال هكا، كلاو من شي حويجات هكذايا. وبقيت كنفيريفي هنايا. نصيحه بالنسبه للناس اللي كيديروا لي طرافو، يعني كملوا يكملوا يكملوا يطرافو، يعني ما يخليوش الشقوف. صراحة انا عندي لي طرافو بزاف في الدار وعلى اثرها يعني دخلوا لي، انا ما عرفتش كيفاش دخلوا. المهم بحكم لي طرافو فوالا ضريبه الاصلاح هذه هي، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الصراحه الفيران يعني كيخسروا كيلوتوا، يعني لا اله الا الله محمد رسول الله. وفي اثر هاد الاثناء جاتني واحد لابيل، غادي نستافدوا يعني استافدوا بعدا من هاد اللقطه هادي، استافدوا منها. اللي عندها هكايا شي حاجه بالزربه وباغيه تنصب الغدا وحايره وتالفه، تبعي هاد الطريقه غادي ترحمي عليا. ديري كلشي في الكوكوت، ديري كلشي في الكوكوت، واخا اللحم تقولي غادي يشد الطياب، انا درت اللحم مع اللوبيا شعره. وكما شفتوا معايا انا غير كسرعت الفيديو، اما بالنسبه للنصيب راه دغيا نصبتو. انتما كما شفتوا معايا كلشي كيعرف يقوم الخور، انا ما شحرت ما والو، لان علاش انا اضطريت هنايا في الساعه عندي، تخيلوا هذا راه العشاء وكانت عندي واحد لونتروتيان ضروري خصني نمشي ندوزها، عيطوا ليا اورجون تخيلوا معايا، خصني ضروري نمشي وما يمكنش، لان ما كنت مطيبه والو، كان عندي الشغل الصباح وقلت غادي نطيب الساعه، عيطوا ليا اضطريت انني ندير هالطريقه. والصراحه غادي تشوفوا النتيجه على فان هائله. شوفوا درت كل شيء ورويت بشويه ديال الماء وغادي تنقصوا على النار مهيله مهيله بزاف بحال الطاجين تماما تماما. فوالا كما شفتوا معايا هنايا باش نحك المطيشه، الزربه 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 اللي مزروبه تبعتاني، عارفه كلشي كيعرف يدير المرقه كلشي كيعرف ينصب. انا بغيت غير نوريكم يعني هاد الطريقه هذه اعتمدوها، راها طريقه يعني مثاليه. لا كنتي مزروبه وخصك تطيبي وتخرجي اولا، المهم خصك توجدي الماكله دغيا. مهم انا كما شفتوا معايا هنايا صافي سديت على الكوكوت، غادي نسد على الكوكوت ديالي. وهنايا كما شفتوا معايا مشيت لونتروتيان، هنايا راني شديت الترام ويعني كانت يعني خدا مني نص ساعه ديال الطريق ومشيت، وجي با غاتي لونتروتيان اللي خصني ندوزها ودوزتها ولله الحمد على اكمل وجه. بالنسبه لونتروتيان اللي راني نفوت ان شاء الله الرحمن الرحيم، بالنسبه لواحد الوزين يعني باش يعني كي يهيئوك اولا كيديروا لك فورماسيون، كيطرحوا عليك اسئله، يعني كتقرا يعني كاع داك المعلومات على داك الوزين، وخصك تقراي مزيان 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 وتتمعني مزيان في داك الشيء. فوالا كما راكو كتشوفوا معايا هنايا، راه خصك تشوفي هما كيوريوك، لان من بعد غادي تجي وغادي تطرح عليا الاسئله، غادي نجاوب في البيسي وهي او ميم طون كتكون واقفه عليا. الحمد لله ولله الحمد والشكر، كملت لونتروتيان ديالي وراكو شفتو، ورجعت عاوتاني للدار وشوفوا المريقه ديالي. والله القسم الا جات غزاله، جات بنينه خاتره تقول طايبه على حقها وطريقها كما موالفين كنطيبوا. صافي هنايا غادي نحطوا العشاء ديالنا. في الحقيقه انا كنتعشى بكري بكري بكري، كنتعشى باش هكايا كنطلع الوليدات هكايا ينعسوا، لان حنايا راه 9 مع راهم زايدين ساعه، عفوا راه الهراج عندي في الدار. صافي هنايا تعشينا الحمد لله، ونتمنى هاد لا فيديو تكونوا استفدتوا منه ولو القليل القليل. حبيباتي ما تنساونيش من لايكاتكم، الله يعطيكم ستر، لايك لايك لايك، داك اللايك راه ما ياخذ منكم حتى شي حاجه، راه بزاف الله يجازيهم بخير كيتفرجوا ولكن ما كيديروش لايك، يعني راه ما فيها والو. تكملي التفرا سوا باش ما تنسايش، سوا ديري لايك في الاول سوا في التالي.
شكرا على حسن المشاهدة، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.